حتى العاصمة ما سابوليش حالة. حتى العاصمة واني قلت شي لله يا عيدروس شليتو بقشي شليت لي تنتين خشب فعلت لي عشة مع الصيادين علي وعلى اعدائي الله العظيم. انت من زايدة حقكم والله هذا اخر مرة اخرج معاكم. اوه ايش في خايا هدو؟ كترتوا به والله. ايش فيك يا شادرنا؟ اصحاب الكهرباء يطفوا الكهرباء لصالحكم. ما هو صالح نحنا؟ يربخوا الاجهزة. كما انت لو قالوا الكهرباء على سطر 24 ساعة والله ما ربختوا الاجهزة بيجلس الكنديشن ينقخ لا وقيك. بعدين صحة ارشحين اخرطي الدحل اللي برقبتك. يا امه مو من صحة مو من صحة واخد دوق قصدك الله حمضة حمضة تطفي الكهرباء يقول العرف كذا داخل الغرفة. ماله مودة مالك مالك وابي معك حريم عجز نمشي على حروك روك. طيب يا حقا لا تصيحش فوق يا حقا روحي سيبق الحكومة ولا المحافظة يسدوا الحفر اللي بالشوارع والمطبات هذه. الله فرقي يصدق والله فرقي على مزايد فرقي والله انك بلا حياة. ليش عليك ما تستحي وابي عليك ما تستحي ايش في خسر فوق الحكومة وفوق اصحاب الكهرباء والمحافظة عشان قليل الحفر. ليش الحكومة فارغة للحفر اللي معك؟ الحكومة في ما حاجات اهم من الحفر يا ابي فيما علاقات دبلوماسية وحاجات دولية اهم. لانت مواطن شريف فاتك شمرت حقك الفوطة وسديت الحفرة. دحين مقابل مزايدة كل ما قلنا حاجة قفستي زايدة. مش عاقلة بس اسكلي اسكلي مزايدة نقول لك شعلة الشيدر من مين نلاقي طير ونقمة. والله العظيم من صدق لقد على الطير والنقمة انا معيك نفسي بكيناك في بيصطافة الدنيا حما الدنيا انا تقبلش المزايدة والله الله العظيم. ايش في ايش في قدرتي من الحافة لا كان ولا كونو لا خبزه ولا عجنو. بنت شبة بنت شبة وراقدة فوق الباص اوكي ها وخفت دوق من صبح ربي الله لا حملني ولا حملني وحملوني قراغر محضر عمله. شوفي كنا تحسب نفسه بالدار حق بيتهم حيت ما غلى سبعته. عبد الرحمن عبد الرحمن الداخل كيف شافني حاملة السيف داخل الأندلس. خليلي حالي بنات اليومين دول مصايب مصايب قلبي الدود وعتابر سود منهم. خدني أشوف بنتك كيف على بالحافة. لا لا قد على بنتي أشوف الأم. فين أيامنا أيامنا كانت إلا تاني كانت الوحدة متخرجش من بيت أبوها إلا لابد زوجي صدقه ولا لا قبري بعد الشرعيات حابس حابس صدق الله العظيم. هي مو معانا حفرة تاني وليش؟ خلاص انزلوا يا حريم وصلنا المول. وصلنا فين؟ وصلنا المول يا حريم انزلوا يلا. ده المول شكله الشريقة ماله مغبر خب ما حد صبله ثلاث أيام. تقل قم يا حريم سكوا الحديد تعالي قيمي كما العمود القفري حق فكفك اسمك قلنا لك عمود فقري الله بيزيلك رتب اللغة. ما يا حريم معلوم الباصات كذا رقعت كابيك وبيا قبيبة كما بيوت الشيخ مخزن ودارة. وخلي لي حالي بس من الكراسي كذا ضيق الوحدة جالسة وركبة بلقفة. لا يا أمي لا انت اللي لقفة كبير نزلت لما ركبك. ولا بتقولوا الحكومة هي اللي ضيقت الباصة. يا الله المستعان الباص ايش منه ايش منه ولا نياتي نتقارن نلعب غم ميضان في بلاش طافة. يلا يلا الأولى تحاسب يا حريم. انزلي يا أمي انزلي انت يا حبيبي ما شاء الله يحترموني. موضوع مش احترام الموضوع فيه بفلوس. سلام عواف شوف لنا الباص ده فين بيروح يا حسن. شوفوا خرجتوني من المدرسة مشوم. هيا هيا بسم الله دلا دلا في بو يا حسن دلا. يا الله سكنه 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 يا حسن سكنه سكنه يا حسن. امشي امشي واني بدي امشي. قولوا له بكير يا قولوا صاحب الباص ده لا بكير يا اول مره تحبل. بسم الله. الله فين ده حسن حسن يا شيخي اللحظه لحظه وراسي راسي ادي مكسوره ادي مكسوره ادي مكسوره جسم يلا يا اخي خلاص شو طريقك شو طريقك قد احنا مدوخين.
كبس يا حسن كبس. اشتيها هنا ولا بتاكل يا سفرين؟ ايه هنا. ده اللي توقعك يا اخي. لا عادي بس يقرب لك. ها يلا. يا كمال انت وحسن قل ليش اللي سوابكم هكذا قبل ما اقوم اعطيكم من شق من طرف الان. اسمعين. شوف يا حسن خرجتني من المدرسه وباقي لي حصتين. اسمعينا يا شيخ. حسن اتكلم قبل ما اعطي لك كف الان. يا شيخ اسمعينا. اسمعينا تهزفي وانا تسكتي. ما تدوخيش ما تدوخيش. تجي لك السومه. تدري ولا تخلي الواحد فرصه انه يتكلم. مش من حنجره معك يا شيخه ما سلختش. صعب عينك يا حسن. كله منك يا معتوق الهتي. معتوق الهتي ابن كلثوم فتريه. ده اشهر مدرس رياضيات عنده. وما رد يا كمال. انا بقول لك القصه. امسك باقي. لا عاد انا كان ما اسوي لك قسطره وافك لك عصر يا ليل. صدقي يا سعاد صدقي انه 4 من الطلاب حقي لهم اسبوع ما يقوش المدرسه. وانا احسب انه الطلاب امراض ولا عندهم ظروف. اتصل طلع انه الطلاب معطفين فين؟ ورا المول يا سعاد يا دو بنات الناس. طيب انت اتصلت باولياء امورهم واستدعيتهم وبلغتهم وصلى الله وبارك. قل لي ايش اللي شلفت وقاك كده انت وحسن يا كمال؟ ما تعرفي زوجك انه معقله وابو المعاقل كمان. كيف نشوف هنا؟ زوجك معقله ما بيكتفيش انه يستدعي اولياء امورهم. لا تقول ليش يا كمال انك اقتربت لي مفتش كرومبو نزلت تتابع العيال للشارع. هو ده اللي حصل يا سعاد. طيب هو يشتيت معقل والطابز ويتابع حالة الطلاب في الشارع. ايش اللي انا ما عد قحبب وانضرب لي لما دوخ. انا مش معاكم يا جماعه. انا مش معاكم. لا تنسوش ان انا مربي فاضل وانا مربى بالتوت. مش وقت العباره يا حسن. لا تنسوش انه انا مربي فاضل ومسؤول عن الطلاب داخل المدرسه وخارج المدرسه. وبعدين دي امانه لما بيسالنا عليها ربي يوم القيامه ايش اقول له؟ سعاد وحسن قالوا لي مش شغلك. صح يا سعاد. صح الله يهديك. انت كمان فوق رب من سابع سماء لما يسألوا على الأمانة يقولوا عشانه وعشانك. مش عيب. صح يا أخت. أيوة معك حق. وانت ايش ليك الطبازة يا بنتين؟ يا رجال مش شغلك. أنا كل يوم أشوف بلاوي أخلصوا لعندك تحت المدرسة. البنات استول لك مصايب يا حسن. البوتر والحامورة مليان تشنر وما وقع لي قلبي وما فقد لي راسي إلا العطور اللي عمري ما شميت ريحته. مكنتني 20 سنة يا كمال انت والبابو هندي حقك هادي. ايش؟ بابو هندي؟ ها تعطر بابو هندي؟ يا جبنة كيف تقلب بحمام؟ لا اتذكر بزيارة العيد الروسية. بنت عادة في اول ثانوية يا حسن وقالتنا العرس حق المدرسة حقي امس. يا شوهو يا خبابيك ومحناية. ايش محناية دي؟ منقشة سيف الدولة. سيف الايش؟ سيف الدولة يا حسن. شواك الله سيف الدولة الماون رايحة تعقد لبكره. عيب يا شيخة. هذه الحاجة اللي تفقد المدرسة والمدرسة هيبتي. واني ليش اوقع قلبي يا ابي؟ ليش اجيب البنت واعطي له من شق ومن طرف واستدعي والي امره واعطي له اللي بضميري واخلص؟ ليش الطابز؟ ليش يا كمال؟ يا جماعة انتم مش مقدرين الموضوع. انا لما دخلت وشفت هذا معتوق الهتي مدرس الرياضيات جالس مع الطلاب فار الدم براسي. معتوق الهتي؟ ايوه يا شيخة بن كلثوم فتريه الطبازة. اول ما دخلت وشفته جالس مع الطلاب فار الدم براسي قمت على شان بلطمه. تعاونوا بي يا سعادة تعاونوا بي. وانا نابنا من الحب جانب وتوجست لي لما دوخت. انت مقابل معقلة حقك بتسمع كلام سعاد بتستدعي ولي امورهم. صح يا اختي. ايوه معك حق. انت ايش لك الطبازة؟